في هذا الفيديو سوف نتكلم عن تدعيم المنشآت باستخدام فايبر بوليمير. لتدعيم المنشآت لدينا المثال السابق الجائز البسيط الذي انهار بسبب القص، لذلك سنحتاج تدعيم قص لزيادة الصلابة وقدرة التحمل، وسوف نستخدم لهذا الغرض الفايبر بوليمير. يمكن قراءة خصائص هذه المواد من خلال الرابط الذي يظهر على الشاشة الآن. التدعيم يجب أن يكون في الاتجاه الشاقولي ما بين صفيحة التحميل وصفيحة الاستناد، والنقطة الأولى أحداثياتها تظهر على الشاشة. يجب رسم هذه النقطة، ومن ثم باستخدام أمر الكوبي كالعادة سوف نكمل الرسم. الآن على الجي اي دي سوف نرسم النقطة الأولى، أحداثياتها 0.505 0.05 على الواي. نلاحظ أن الواي والزد لهذه النقطة ليست صفر، لأنه في برنامج جي اي دي يجب أن نرسم الخطوط لداخل الجائز قليلا ليفهم البرنامج أن هناك اتصال ما بين هذه الخطوط وما بين الإسمنت الجائز، ولكن في الواقع هذه القضبان تلصق على السطح مباشرة. الآن سوف نكمل الشكل أو القضبان من خلال الصورة المبينة على الشكل، نلاحظ أو نعرف الأحداثيات أو الأبعاد. الآن لدينا نقطة نريد أن نكملها بلاين على الزيت 0.315. الآن لدينا الخط المطلوب، أول خط تم رسمه. الآن سوف نرسم الخط المقابل لهذا الخط في الجهة الأخرى، وبالتالي على الواي نريد الأمر الكوبي على الواي. كما نلاحظ على الشاشة الأبعاد على الواي 0.18، لدينا لاين نريد فقط نسخه إلى الجهة المقابلة فينيش. الآن أصبح لدينا هذين الخطين، نريد نسخ هذين الخطين مرتين على الإكس، وبالتالي الواي 0 إكس 0.2 لاينز، نريد ملتيبل لاين كوبيز 2 لأننا نريد خطين وليس خط واحد. نحدد الخطين ومن ثم فينش. نلاحظ أنه بهذه الطريقة السريعة جدا رسمنا الخطوط اللاميلاز أو الفايبر بوليمير. الآن أصبح لدينا الشكل، من خلال هذا الزر يمكننا تفعيل الماتيريال لهذه المواد بالضغط على نيو. نفعل طبقة جديدة اسمها سيكا نسبة للشركة التي أنتجت هذه المواد. يمكنك قراءة البارامترات الموجودة، أو يمكن وضعها كما نلاحظ على الشاشة نفسها. طبعا هذه كل الأرقام وكل البارامترات أخذت من سيكا الشركة المصنعة. الساين ومن ثم لاينز، نحدد الخطوط ومن ثم فينش. الآن نريد أن نتكلم عن شيء مهم جدا. هناك نريد تقسيم انترفال إلى قسمين، أولى وثانية. الأولى 10 بـ10، الثانية 80 بـ100، انترفال ملتبلاير 80 بـ100. وهذا يعني أننا أو نفهم البرنامج أن بالبداية كان الشكل بدون لاميلاز، وأصبح في الانترفال 2 مع اللاميلاز أو مع قضبان التدعيم، لأننا المنشأ بداية يكون بلا تدعيم، بعد الانهيار يصبح بالتدعيم. الآن سوف نعطي البرنامج الصيغة أننا نريد وضع اللاميلاز أو هذه القضبان في الانترفال 2، وبالتالي يجب أن لا يحللها أو لا يجب أن يدخلها في التحليل في البداية بالانترفال 1. انترفال 1 هو فقط للمنشأ بدون الانترفال. من خلال Element Geometry في الماتيريال نضعت انترفال 2 Application. الآن أصبح البرنامج يفهم أننا في الانترفال 2 سوف يستخدمها للتحليل. الآن سوف نفعل Mesh Structured Lines، نريد فقط واحد Enter Number هو واحد لكل قضيب، نريد فقط Element واحد. الآن نفعل القضبان ومن ثم Close. الآن نفعل Generate Mesh Generate، نحذف قديمة أصبح الجديد لدينا. نلاحظ اللاينر elements 8، وبالتالي قضبان التسليح 2، وعندنا لدينا ست قضبان لاميلاز، وبالتالي 8 نظامي. الآن نضغط على تحليل المنشأ نبدأ بأتينا لتحليل المنشأ. يمكننا
كالمعتاد صناعة دايجرام بين عن displacement على المحور الأفقي deflection مغير الاسم، وعلى المحور الشاقولي نريده reaction. أيضا نعدل اسمه إلى reaction ونضع الواحدة، ومن ثم يمكننا تغيير لون الخط، ومن ثم OK. نعود إلى التحليل، يمكننا أيضا أن نرى الكراكس في عملية التحليل كما نلاحظ مع draw deform model. يمكننا هنا يجب تغيير اتجاهات المحاور من خلال properties، ومن ثم switch OK. يمكننا أيضا أن نرى الشقوق بشكل أوضح من خلال أيضا Edit Property. نلاحظ أن الشقوق إذا وضعنا Outline نلاحظ الآن الشقوق بشكل أوضح. يمكننا أن نقلل الليفل إلى 1. الآن أصبح لدينا بعد انتهاء التحليل هذا الخط. إذا أردنا أن نقارن بين هذا المنحني والمنحني بدون الصلابة، نضغط على الدياجرام ومن ثم Ctrl C ونذهب إلى برنامج الإكسل Ctrl V. كل القيم أو المعطيات يمكن نسخها. الآن نريد أن نرسم هذا المنحني الذي شاهدناه. Add OK. المحور X نحدد. Displacement، ومن ثم نعود المحور Y المجاور. اوكي، نغير اتجاهات المحور. value in order. اوكي، now الان اصبح لدينا المنحني الذي شاهدناه في اتينا. الان نريد ان open، نريد ان نعود الى المثال السابق بدون صلابة. المثال كان بدون صلابة. هذا هو نتائج التحليل والمنحني. أيضا Ctrl C، نضغط على الدياجرام ثم Ctrl C، نذهب إلى إكسل و Ctrl V. الآن على في نفس النافذة الدياجرام Add Data، نعم نقوم ب Add. أيضا Displacement على المحور الأفقي. رياكشن على المحور الشاقولي. ثم اوكي. الان اصبح لدينا المنحنيين على نفس او بنفس على نفس المحاور، وبالتالي يمكن المقارنة بين القيام بين النتائج.